إذن قراءة أوفى حول ذات الموضوع. ينضم إلينا من واشنطن عبر سكايب السيد حازم الغبرة، المستشار السابق في الخارجية الأمريكية. سيد حازم، بعد التحية، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد مغادرته المحكمة في ميامي يقول أن الولايات المتحدة أصبحت بلدا فاسدا. على ماذا يبني ترامب ادعاءاته بشأن السياسة بالنسبة للولايات المتحدة أو حتى الوضع الاقتصادي هناك عندما يقول أن أحوال الناس باتت سيئة؟ سيد الكريم، شكرا على الاستضافة. طبعا هذه النقطة كررها ليس فقط ترامب لكن فريقه من المحامي الدفاع عندما قامت هيلاري كلينتون أثناء وجودها كوزيرة الخارجية بإقامة سيرفر شخصي يحتوي على مواد سرية للغاية، وقامت يعني وحتى أثبت أن هذه الوثائق قد تكون تسربت، لكن لم يأتي أحد ويعني يتهموها هذه الاتهامات ويجرها إلى المحاكم، ووزارة العدل الأمريكية لم تتهمها بشيء. طبعا أثر هذا الموضوع على انتخابها كرئيسة للجمهورية، لكن لم يكن هناك تهم رسمية ضدها. هذه من جهة. من جهة أخرى، عندما يقول ترامب أن هناك مشكلة اقتصادية في الولايات المتحدة، نعم هناك مشكلة، والديمقراطيون للأسف يتركون كل مشاكل الولايات المتحدة إن كانت مشاكل يعني آنية أو على المدى الطويل، ومشاكل أغلبها والكثير منها سببها بايدن وحكومته، خصوصا يعني علاقتنا لم تعد جيدة مع دول صديقة جدا، يعني نتكلم عن السعودية والإمارات، هذه الدول الكبرى بايدن أتى وخرب علاقتنا معها، وهذا يؤثر على الاقتصاد الأمريكي. فيقول ترامب هنا وهو محق، الديمقراطيون يتركون كل شيء ويتركون يعني مهامهم في تأمين حياة جيدة للمواطن الأمريكي، ويتهمون ترامب بتهم يعني سخيفة بعض الشيء. طيب، أنت تصف هذه التهم بأنها سخيفة، وربما أيضا أنصار ترامب يستخدمون ذلك الوصف في وصف هذه 37 تهمة في هذه المحاكمة فقط الموجودة حاليا في فلوريدا. وأنت شبهت هذه القضية بربما وزيرة الخارجية السابقة والمرشحة أيضا الرئاسية هيلاري كلينتون، والبعض الآخر يشبهها بالقضية الشبيهة بما حدث أمام الرئيس الحالي أو ضد الرئيس الحالي جو بايدن من بعض الوثائق التي وصفت بأنها سرية. لكن المفارقة أن تعامل بايدن لم يكن مثل تعامل ترامب في هذه المسألة. بايدن كما تقول السلطات تعاون مع السلطات، ويعني بدا ان له من الشفافية ما يمكن السلطات من كشف هذه الوثائق، على عكس ترامب الذي انكر في البداية وجود مثل كذا وثائق ولم يتعاون مع السلطات. هل ترى ان النية المبيتة من قبل ترامب على عكس ربما ما ذكرته من قبل هيلاري كلينتون وايضا الرئيس الحالي جو بايدن هو الفارق، هو الاختلاف بين تعامل السلطات، بين تعامل وزارة العدل والسلطات القضائية مع ترامب مقارنة بالتعامل مع غيره؟ أعتقد أن هناك سبب آخر. كون ترامب لنفسه أعداء كثيرين في خصوصا في وزارة العدل الأمريكية أو FBI منذ حملته الانتخابية الأولى عندما كان ينافس هيلاري كلينتون، وأتت مسألة الإيميل التابعة لهيلاري كلينتون، وقام ترامب باتهام FBI صراحة أنهم منحازون منذ تلك الفترة. ويضاف إلى ذلك أن الكثير من المدراء والرؤساء الأقسام في FBI ووزارة العدل الأمريكية هم معينون سياسيون من قبل إدارة بايدن. هذا لا يعني أنهم يتلقون توجيهات من بايدن، لكن هم أتوا وكانوا داعمين لحملة بايدن الانتخابية، وبشكل عام هذا يؤدي أنهم كانوا ضد ترامب بشكل أو بآخر. فترامب ليس لديه أصدقاء في وزارة العدل الأمريكية، وإن كان لديه فهم قليلون جدا ولا يستطيعون تغيير مسار الأمور. في موضوع يعني عندما نقرأ 37 تهمة، بعضها ينطبق على بايدن، على وضع بايدن، ليس كلها طبعا. إنكار ترامب والطريقة التي تتصرف بها هي أيضا طريقة سخيفة بعض الشيء، ويحسب على ترامب ذلك، لكن اتهامه بالتجسس أمر كبير. وسيدي الكريم، يعني لدينا مقولة في سوريا: الله من شاف بالعقل انعرف. هل يقوم أحد يريد تسريب معلومات سرية بتخزينها بهذه الطريقة بصناديق في الحمامات في عصر الكاميرات الرقمية والتكنولوجيا؟ طيب، يعني إذا كان يريد تسريب هذه المعلومات يسحبها على USB، يسحبها بشكل أو بآخر ويتلفها. طيب، هو لم يكن يريد إتلافها. طيب سيد حازم،
حتى هذه المحاكمة لم توقف أنشطة الرئيس السابق دونالد ترامب، أنشطته الانتخابية ليست فقط الانتخابية حتى الشخصية. بعد قليل أو في خلال هذا المساء هذه الليلة ستكون له كلمة بمناسبة عيد ميلاده في نيوجيرسي. أيضا بعد أن غادر قاعة المحكمة التقى بعدد من أنصاره في ميامي في فلوريدا. هل يستطيع برأيك، هل يستطيع الرئيس دونالد ترامب كعادته دائما أن يقلب الطاولة على بعض الآراء، ربما بعض السلوك، بعض الممارسات، بعض الانتقاد الذي يوجه إليه من قبل الإدارة الديمقراطية؟ الآن يعني أعتقد أن ترامب اليوم لديه مناصرون ومتابعون أكثر مما كان له قبل الاتهام، والبعض في واشنطن الذين يؤمنون بنظرية المؤامرة بشكل أو بآخر يقولون أن الديمقراطيين يحاولون إبقاء ترامب في تحت بقعة الضوء وفي صدر الأخبار وعلى الصفحات الأولى من الجرائد، لأنهم يريدونه أن يكون منافسهم في الانتخابات الرئاسية القادمة. للأسف الديمقراطيون لا أعتقد، وهم باعترافهم لا يستطيعون منافسة شخص آخر. هذا الحزب الذي هو في سدة الحكم في الولايات المتحدة اليوم أتى إلى الحكم في عن طريق معاداة ترامب، وقام بتسييس أو بالعمل خلال العامين ونصف الماضيين وأكثر حتى على أساس معاداة ترامب، وترك كما قلت مشاكل وهموم المواطن الأمريكي. ويعني نذكر نانسي بيلوسي كان لديها هوس بترامب، بايدن ليس أفضل بكثير. فمن مصلحة الديمقراطيين اليوم أن يكون ترامب هو المرشح الجمهوري، لأنهم يعرفون منافسته ولديهم خبرة في ذلك، أن يأتيهم منافس جديد قوي لديه تاريخ أنظف من ترامب وأبسط من ترامب كراند سانتس، مصيبة بالنسبة للديمقراطيين. فاليوم لا أعتقد أن الديمقراطيين يريدون إبعاد ترامب، هم يحاولون إبقائه في الأضواء لكن عدم أذيته بشكل الكافي لإبعاده بشكل نهائي. ودستوريا ترامب حتى لو هو في السجن يستطيع ترشح الانتخابات. صحيح. هل هذا ممكن؟ هذه سابقة هائلة في تاريخ الانتخابات في العالم كله، لكن قانونيا وتقنيا يستطيع. شكرا جزيلا سيد حازم الغبرة المستشار السابق في الخارجية الأمريكية، كنت معنا من واشنطن. شكرا.